بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح هنا سلايدز الاير والنوز والانسترومنتس ان شاء الله. هنبدا بسلايدز الاير. اول سلايد معنا كوليفلاور اير بتبقى كولابسد اوريكل زي ما احنا شايفين، بتبقى كومبليكيشن للبيريكونرايتس او الهيماتوما. البيريكونرايتس والهيماتوما بيعملوا كارتليج نيكروزس فولود باي فايبروزس وشرينكج اوف ذا اوريكل. علاجها اوريكولوبلاستي. بس تاني سلايدز اوريكولر، تاني سلايد اوريكولر هيماتوما بيبقى سويلنج في الاير اوريكل، نو لاند ماركس مع السويلنج ده. علاجه بيبقى بدرينج اميديت درينج او اسبيريشن للبلد ده، وبنعمل كومبريشن عشان نمنع الريفورميشن بتاعه. سببه تروماتيك او بليدنج تندنسي، ساعتها بنسميه سبونتينيوس. البلاد بيتجمع بتوين الكارتليج والبيريكوندريوم، عشان كده بيحصل النكروزس. السيمتومز سويلنج، مفيش معاه لاند ماركس، والانفستيجيشنز بي تي بي دي تي سي بي سي عشان لو كان سببه بليدنج تندنسي نعرف يعني. التريتمنت اميديت درينج وكومبريشن وانتي بايوتيك تو بريفنت الانفكشن. ايرلي بنعمل اميديت درينج عشان بيبقى لسه فلويد بلاد، اما اذا كان اولد وعمل هيماتوما فاحنا بنعمل انسيجن وبنشيلها سيرجيكال، بنشيل الهيماتوما اللي فورمت دي لو كان اولد. البريكونرايتس انفلاميشن للكارتليج في الاير بينا، بيبقى الاير لوبيول فري نوت افكتد في الكارتليج بس. اف افكتد اير لوبيول بنسميها اريسيبلس مش بريكونرايتس. السيمتومز بتاعت البريكونرايتس اير ايك ديشارج سويلنج، السويلنج هنا بتبقى معاه بريزيرفد لاند ماركس في الاوريكل. والجنرال سيمتومز بتاعت اي اكوت انفلاميشن فيفر انوركسيا هيديك ماليز. الدياجنوزس بيبقى واضح بس ممكن نعمل كلتشر وسنسيتيفيتي عشان نحدد نوع الانتيبيوتيك. تريتمنت، التريتمنت بتاعه انتيبيوتيك لوكال او سيستميك ديبند اون ذا سيفيريتي اوف ذا كيس او افكشن اوف لينف نود. لو كان الديشارج كبير كتير وعمل ابسس او اي كولكشن بنعمل له درينج مع الانتيبيوتيك. كومبليكيتد باي كوليفلاور اير. الكونجينيتال ديزيزز بتوع الاير اوريكل بنبدا باول حاجه مايكرو اوتيا ويز كونجينيتال مايتال اتريزيا، بيبقى الاوريكل مايكرو او مفيش ان اوتيا، ومعاها الاكسترنال كانال اوبليتريتد. ده بيفور وده افتر بعد عمليه البلاستيك سيرجري، بنعمل اوريكل بلاستي بنرجع شكل الاوريكل اقرب ما يكون للاوريكل. هو failure of canalization للإكسترنال أوديتوري كانال، defect في الديفلوبمنت بتاع الفيرست فارنجيال كليفت. فيرست فارنجيال كليفت أنواعه unilateral أو bilateral. الأكلوجن ده ممكن يكون بوني أو soft، ممكن يكون auricular وإكسترنال أوديتوري كانال anomaly بس، أو ممكن يكون accompanied with other anomalies في الميدل والإنر إير. الانفستيجيشنز بنعمل سي تي سكان وام ار اي واوديولوجيكال ايفالويشن. السي تي سكان والام ار اي عشان نعرف في انوماليز في الميدل والانر اير ولا لا، وده هيتوقف عليه نوع العمليه نوع التريتمنت ووقتها، عشان نعرف الديجري اوف اتريزيا وعشان نعرف الكورس اوف فيشيال نيرف عشان نتجنب ان احنا نعمل له انجري ديورنج ذا سيرجري، وعشان نعرف الويدث اوف بيتروس بون عشان ده برضو اذا كانت اقل من 4 سنتي البيتروس بون ما بنعملش العمليه، لازم تكون اكبر من 4 سنتي. الاوديولوجيكال ايفالويشن او الهيرنج اسسمنت، باحسن حاجه الاوديتوري برين ستيم ريسبونس عشان دي حاله كونجينيتال، بيبقى بيبي لسه صغير، انسب حاجه للاوديولوجيكال ايفالويشن له هي الاوديتوري برين ستيم ريسبونس. التريتمنت بيبقى كوزموتيك سيرجري للاوريكل اوريكولوبلاستي اكومبانيد ويز اوديتوري ريهابيليتيشن. الريهابيليتيشن ده بيتوقف على الهيرنج كونديشن، ممكن نعمل ريكانالايزيشن ويز هيرنج ايد اذا كان في هيرنج بيسمع لسه الميدل والانر اير سليمه، اما اذا كانت الميدل والانر اير اكومبانيد باي اذر انوماليز او ديد اير فاحنا بيبقى بنعلمه لي بريدنج وهاند موفمنت. اكسسوري اوريكل زي ما احنا شايفين بيبقى نوديول او اتنين قدام الاوريكل زي ما احنا شايفين، نوت افكتنج
الهيرنج علاجه بس اكسجين وخلاص. البات اير برضو من الكونجنتال انذر كونجنتال ديزيز في الاوريكل، مش بيأفكت الهيرنج، اونلي كوزموتيك في الاوريكل. بيكون برومينانت ايرز ديو تو ديب كونكا او ابسنت انتي هيليكس كونجنتالي، الهيرنج نوت افكتد، وبلاستيك سيرجري اوريكولوبلاستي اونلي. بري اوريكولار فيستولا ماي بي انفكتد ماي بي اوكلودد افتر انفكشن، فتعمل لنا ابسس. بري اوريكولار فيستولا انفكتد، بري اوريكولار فيستولا، بري اوريكولار ابسس اتسد وعمل لنا اكوموليشن للبص والسكريشنز جوه، عملت لنا ابسس. البري اوريكولار فيستولا ده بيبقى عباره عن ابيثيليال كراك نتج عن فيلير اوف فيوجن للدرماتومز اوف هيد، ماي بي يونيلاترال او باي لاترال، بس يوجوالي او موستلي بيبقى يونيلاترال. تريتمنت اكسجن اذا كان بري اوريكولار فيستولا اونلي، اذا كانت انفكتد بنعمل انتي بايوتكس ذن اكسجن، اذا عملت ابسس بنعمل درينج وانتي بايوتكس ذن اكسجن. الكومبليكيشنز ريكورنت انفكشن، ماستويد ابسس وماستويد فيستولا، ده غالبا بيكون كومبليكيشن من اوتايتس ميديا. السيمتومز بتاعته بتبقى السيمتومز اوف اوتايتس ميديا بلس ريترو اوليكولار بين وسويلنج والفيفر، ده اكيوت انفلاميشن في الماستويد فبيبقى معاه فيفر. التريتمنت بتاعه تيمبانو بلاستي ويز كورتيكال ماستويدكتومي كورتيكال. اف كومبليكيتد باي فيستولا، بس بيجمع في الماستويد ممكن يفتح على السكن اوتسايد بيعمل ماستويد فيستولا. التغيير نفس السيمتومز ونفس التريتمنت وذا سيم از ابسس، بس بيبقى معاه الشعر. دي ماستويد فيستولا ودي ماستويد ابسس، فتح تقريبا عمل للشارج من بره فعمل فيستولا. اورال بوليب، الاورال بوليب بيبقى مينلي ممكن يكون ماس تيومر، ممكن يكون كومبليكيشنز للكرونيك اوتايتس ميديا بنوعيها تيوبو تمبانيك او اتيكو انترال. مهم ان احنا نقول مع العنوان اورال البوليب ده ويت معاه ديشارج زي الصورتين دول، او دراي مش معاه ديشارج زي الصوره دي، عشان ده هيفرق في التريتمنت. ممكن يكون بسبب كوليستياتوما، وده الموست كومن كوز معاه، كوليستياتوما الموست كومن كوز بتاعه الاورال بوليب. كومبلينز بيشكي بس من ترايات بتاع الكرونيك اوتايتس ميديا، ديشارج، تينيتس، وهيرنج لوس. نفس الانفستيجيشن سي تي سكان لو في ديشارج، سي تي سكان واوديولوجيكال ايفالويشن وكلتشر وسنسيتيفيتي لو في ديشارج. التريتمنت بنشيل البوليب ده بوليبكتومي وتمبانو بلاستي ويز ماستويدكتومي. الماستويدكتومي بتكون موديفايد راديكال عشان دي كوليستياتوما لو كوليستياتوما السبب. هيربس زوستر اوتيكاس، اهم حاجة مميزة لها في الصورة بتبقى الفيزيكلز او الراش اللي احنا شايفينه على الاوريكلز ده او على الديرماتوم ده، واهم حاجة في السيمتومز بتكون سيفير بين. بيبقى ري اكتيفيشن لانفكشن باي باريسيلا زوستر فيروس، اسم الفيروس باريسيلا زوستر، الكيس هيربس زوستر اوتيكاس. السيمتومز بتبقى بين، سيفير بين، فيزيكولار راش، ديرماتومال اندستريبيوشن وستريكت يونيلاترال مش بيعدي الميد لاين. ممكن يعمل الفيروس ده افكشن برضو للسيفنس او ايتس كرينيال نيرفز، عشان كده ممكن يعمل لنا فيشيال بورس، وممكن يعمل لنا سنسوري نيورال هيرنج لوس، سنسوري نيورال عشان افكت النيرف. التريتمنت دي سيستميك كيس، فغالبا بيكون كله سيستميك تريتمنت، ستيرويدز وانالجيزكس وانتي فايرال. الاير واكس من اوكلودنج او امباكتد اير واكس زي ما احنا شايفين في الصوره، بيبقى مينلي بسبب هيري اير، هيرز بتمنع خروج الواكس فبيحصل له اكيوميليشن جوه. الترايلز تو كلين ذا اير بندخله جوه بدلا من ان احنا نطلعه، وبيبقى موست كومن مع الدارك ريسز. السيمبتومز بتاعته كوندكتيف هيرنج لوس وتينيتس اونلي. التريتمنت اف سوفت بيبقى اير ووش دايركت،
if hard wax بنعمله softening ب ear drops الأول then ear wash. lower motor neuron facial paralysis. السلايد مهمة، الدرس كله مهم نذكره. غالبا الموست كومن كوز بتاع الفيشيال باراليسيس بيكون الايديوباثيك او بولسي. الفيشيال بولسي ده بيبقى بيلز بولسي، ده الموست كومن. علاجه بيبقى ستيرويدز، في سيرز كتير لسببه بس موستلي بيبقى علاجه ستيرويدز. بعدين تريتمنت بتاع الفيشيال باراليسيس ديبندز اون ذا كوز، فنذاكر الدرس نشوف كل كوز والعنوان بتاع التريتمنت بتاعه من غير ديتيلز. شيرمر تيست ده بنعمله في بنشوف في الدراي اي، بيشخص الدراي اي. هنا هو ريليتد للفيشيال نيرف انجري بتوبوجرافيك تيست، بنحدد بيه ليفل اوف انجري اوف فيشيال نيرف قبل ولا بعد الجينيكوليت جانجليون اللي بيطلع منها النيرف اللي بيغذي اللاكريمال جلاندز. فلو كان افكتد ده معناه قبل، اف فري لاكريمال جلاندز والاي نوت دراي ده معناه بعد. التست عباره عن الستريبس دي بتتحط في الاي، الدموع بتبلها بتغير اللون، المفروض انهم لا ما يكونش في ديفرنس بين التو ايز يتعدى 30%، لو اكتر ده معناه انها افكت. بس لور موتور نيورون فيشال باراليسيس الموست كومن بيلز زي ما قلنا. الموضوع كله مهم نذكره ان شاء الله. الاوتومايكوزس الكوزيتيف اورجانيزم لها فانجس، انواع الفانجس كانديدا البيكان ده الموست كومن، دي لونها ابيض. اسبرجيلاس نايجر دي لونها اسود، او فليفاس دي لونها اصفر. ممكن تبقى ميكسد انفكشن منهم كلهم، بيبقى بتعمل لنا ابيرنس هنشوفه في الصور اللي جايه ويت نيوز بيبر ابيرنس، بتبقى شبه ورق الجرايد المبلول كده عشان ميكسد انفكشن من الالوان دي كلها مع بعض. البري ديسبوزنج فاكتور ويتنس وبرولونجد يوز اوف انتيبايوتيك بيعمل لنا اميون سبريشن، فلو دايابيتك برضو اميونو سبريست بيبقى معاه فانجل انفكشن برضو. السيمتومز اهم حاجة، المين سيمتوم هنا بتبقى اتشنج، ممكن يبقى معاها بين وهيرينج لوس لو بيج ماس عملت لنا كوندكتيف هيرينج لوس. التريتمنت ريموفال اوف ذا ماس باي سكشن او دراي موفينج. الوش نوت ريكومنتد، مي بي كونترا انديكيتد، ما ينفعش معاه وش عشان هو بيعمل البري ديسبوزنج فاكتور، ولو اضطررت ان انت تعمله بتعمل معاه جود دراينس بتاعته. وبندي انتي فانجل دروبس او كريم وكيب الاير دراي بالترتيب ده، الاول ريموفال للماس، بعدين بندي كيراتوليتيك، وبعدين الانتي فانجل دروبس. ده منظر الويت نيوز بيبر ابييرنس، بيبقى ابيض مع اسود، كانديدا نايجر وفلافس الفليفس النقط الصفراء دي، ده سنجل انفكشن بالكانديدا، وده فليفس الفورين بودي في الاكسترنال كمان. الفورين بودي انواعه مش مهمين قوي، ممكن يكون انيميت انسكت فيجيتابل زي سيدز سوليد او بنسميه نون فيجيتابل، وممكن يكون impacted foreign body سادد ال external canal كلها. symptoms بيعمل pain و irritation، ممكن يعمل injury فيحصل bleeding و blockage لو كان impacted، فبيعمل لنا conductive hearing loss. ال complications ممكن يعمل لنا otitis externa و traumatic rupture of tympanic membrane. investigations audiological evaluation او audiogram عشان نشوف ال hearing loss، وبنعمل تمبانو جرام لو كان عمل رابشر في التمبانيك ممبرين ولا لا. التريتمنت بتاعه اذا كان انيميت او انسكت حيه ما ينفعش نعمل لها ريموفر الا بعد ما نموتها، فبنحط برافين اويل دروبس نموت الانسكت زين اير ووش نطلعه. لو كان فيجيتابل او سيدز كونترا انديكيتد الاير ووش ريموفد باي فورسبس نوع كروكودايل، هنشوف في الانسترومنتس بعد شويه. لو كان سوليد
او نون فيجيتيت فورين بودي بنشيله بإير إير ووش فورسبس او هوك اي طريقه تنفع معاه. ولو كان امباكتد بنعمل عمليه ريموفد باي اوريكولار انسيجن بوست اوريكولار انسيجن بنفتح ورا الاوريكل ونطلعه سيرجيكال. ده فورين بودي سوليد كل دي فورين بوديز في الاكسترنال. دي انسكت المفروض نحط بارافين اويل نموتها بيفور ريموفر. ده شكل النورمال تيمبانيك ممبرين جريش وايت في الكولر. في عندنا الكون اوف لايت انتيريورلي انفيريور وعندنا الهاندل اوف ميليوس بتبقى دايركتد بوستيريورلي ونهايتها دي بتبقى عباره عن الامر. اوستيوما في الاكسترنال كانال اوستيوما او بنسميها اكزوستوزيس ده بيناين تيومر في البوني بارت اوف اكسترنال كانال maybe single او multiple bone swellings فيها pedicles asymptomatic عموما maybe cause ممكن تكون سبب في ال accumulation لل earwax وبتعمل لنا impacted earwax ولو عملت impacted earwax بتعمل لنا conductive hearing loss. دي صورة الاستيوما او الاكزوستوزيس. ديفيوز اوتايتس اكسترنا بيبقى عبارة عن انفلاميشن في السكين لايننج للاكسترنال كانال اوفر كارتليج او بون. الاكسترنال كانال كلها مش بارت معين فيها. الكوزيتيف ايجنت هنا بيبقى سودوموناس بريديسبوزنج فاكتورز ويتنس ولاسيريشن. السيمبتومز بتعمل لنا اير ايك او بين بتعمل لنا ديشارج. دول اهم تو سيمبتومز معاها. لو كانت الحاله سيفير انف انها عملت سيكنينج واوكلوجن ممكن تعمل لنا مايلد هيرينج لوس وتينكس وبيبقى معاها برضو ليمف نود انلارجمنت بوستيرير اوريكولار ليمف نود افكشن. التريتمنت بتاعها انتي بايوتكس لوكال وسيستميك ستيرويدز سيرجيكال وايدنينج لو كانت ان كرونيك كيسز بيعمل ثيكنينج واوكلوجن للاكسترنال كانال فبنعمل له سيرجيكال وايدن. دي حاله سيفير درجه هي سكند وعملت اوكلوجن او ضيقتها مش اوكلوجن بس ستينوزس ضيقت الاكسترنال كانال. اكيوت اوتايتس ميديا اكيوت انفيكشن او انفلاميشن في الموكس ميمبرين لايننج اوف ميدل اير ميدل اير كليفت اوستيكيان تيوب والميدل اير والماستويد معاه. الموست كومن كوز اوف انفيكشن بيبقى نيموكوكاي عموما في كلهم بيبقى نيموكوكاي. ممكن تعملها هيموفلاس انفلونزا موروكزيلا كوتراليز او ستاف وستريبت ممكن يعملها فيرال بس الموست كومن كوز ان جنرال هو النيموكوكاي. الروتس اوف انفيكشن ممكن يكون دخل من السيكيان تيوب او بيرفوريتد تيمبانيك ممبرين او بلاد ستريم از ان ميسلز وبلاد ستريم دي غالبا بتبقى رير او مع الاميون كومبرومايز. من الاوستيكيان تيوب بيبقى السورس اوف انفيكشن ابر ريسبيراتوري تراكت انفيكشن دوربرت ده الموست كومن او ساينوسايتس او تونسيلايتس انفيكتد نيزل بوستيريور نيزل باك نزل باك بعد عملية او بعد هيماتوما او بعد بليدنج عشان نوقف بيه بليدنج او بعد عملية حصل عليه انفكشن فبقى سورس للانفكشن بيبعتها للاستيكيان تيوب. ممكن مع الدايفنج او فوميتاس وميلك ريجيرج غالبا ده بيكون مع التشيلدرن الاطفال بيبقى الاستيكيان تيوب بتاعتهم شورت وترانسفيرس ووايد فسهل ان الفوميتاس والميلك ريجيرج يدخل منها للميدل اير ويعمل انفكشن. الميلك ده بيبقى جود ميديا للبكتيريا. الفيت ممكن كومبليت ريزوليوشن هتخف ممكن تتحول لكرونيك كيس. الكرونيك كيس دي ممكن يبقى معاها بيرفوريشن لل تيمبانيك ممبرين او ويز اوت بيرفوريشن هتعمل لنا اوتايتس ميديا ويز افيوجن. العلاج ممكن ميديكال وسيرجري ديبيندز اون ذا كيس. الميديكال تريتمنت هنعالج الميوكاس ميمبرين
اللي فيه انفكشن هندي انتيبيوتكس، هنعالج الاوستيكن تيوب اذا كانت مقفوله، هنعمل نيزل دي كونجستنت وانتي هيستامين عشان نفتحها، ده في الاوتيتس ميديا والديفيوجن. بنعالج لمده 10 ايام وذ فولو اب افري 2 دايز. اذا التريتمنت فيه نتيجه وفي تحسن هنكمبليت ميديكال تريتمنت، اذا لو ما لقينا مفيش تحسن ولسه في بولجنج في التمبانيك ميمبرين هنلجا لسيرجري. السيرجري دي عمليه بتكون مرينجوتومي، بنفتح التمبانيك ميمبرين عشان نفضي البص اللي في الميدل اير. الانديكيشنز بتاعته فيلد ميديكال تريتمنت افتر 2 دايز، سيفير اكيوت اوتيتس ميديا بيبقى معاها سيفير بولج ويلوش سبوتس في التمبانيك ميمبرين. لو ظهرت كومبليكيشن زي مثلا فيشيال نيرف باراليسيس، لو البرفوريشن از هاي اب في بص جوه وفتح البص جوه الميدل اير، فتح التمبانيك ميمبرين بس البرفوريشن والفتح اللي عمله فوق فمش عامل جود درينج، فاحنا نعمل مينينجوتومي عشان نعمل جود درينج. اما اذا كانت الحاله او الكيس جات لي افتر رابشر برابشر تمبانيك ميمبرين، لو في ديشارج بندي انتي بايوتكس لحد ما يخف الانفلاميشن، ولو مفيش ديشارج بنعمل كونزيرف نو ووتر او اير دروبس للانسايد وبندي انتي بايوتكس. المهم ما ندخلش ميه جوه الاير عشان ما تعملش فيردر انفكشن وكده، وكونزيرف. ممكن يحصل هيلينج سبونتينيوس، لو بعد 6 شهور ما حصلش سبونتينيوس هيلينج بنعمل مرينجوبلاستي. دي صورة اكيوت اوتيتس ميديا with bulging تمبانيك ميمبرين، bulging سيفير bulging زي ما احنا شايفين. اوتيتس ميديا with effusion في fluids hair line، اهم حاجة شايفينها ورا التمبانيك ميمبرين وريتراكتد. التمبانيك ميمبرين فيها بيبقى يلوش واوبيك. بيهايند التمبانيك ميمبرين بنشوف سنجل او مالتيبل فلويد ليفل، بنسميها هير لاين او بيبقى معاها اير بابلز زي ما احنا شايفين. اوتيتس ميديا وذ افيوجن الكومن كوز لها هي الموست كومن كوز اوف بايلاترال هيرنج لوس في التشيلدرن، والموست كومن كوز لها هي اصلا بيبقى ادينويد يقفل الاوستيكيان تيوب، يعمل لنا اوتيتس ميديا وذ افيوجن، تعمل لنا كوندكتيف هيرنج لوس، وده موست كومن في التشيلدرن. ممكن تكون بسبب ان ادكوت تريتمنت اوف اكيوت اوتيتس ميديا، اكيوت سبرتو اوتيتس ميديا، وممكن يكون اوستيكيان تيوب ديس فانكشن او اوبستراكشن بسبب الادينويد. التريتمنت بنفتح الاوستيكيان تيوب بانتي هيستامين او دي كونجستنت. اف فيلد تريتمنت بنستنى 3 شهور مع الميديكال تريتمنت، لو مفيش فايده بنعمل ميرينجو. دي صور للاوتيتس ميديا ويز افيوجن. بعدين كرونيك ادهيزيف اوتيتس ميديا، دي برضو تاني كومبليكيشن للاكيوت اوتيتس ميديا، كاركترايزد باي ريتراكتد. نشوف صورتها الاول، زي ما احنا شايفين بيبقى التمبانيك ميمبرين ريتراكتد، الاوسيكلز برومينانت ريتراكتد وانتاكت تمبانيك ميمبرين برومينانت اوسيكلز، سببها نيجليكتد اوتيتس ميديا وذ افيوجن. السيمبتومز بيبقى معاها كوندكتيف هيرنج لوس وتينيتس. بنعمل اوديومتري او اوديولوجيكال ايفالويشن، تمبانومتري هنلاقيه تايب بي، بنعمل بلين اكس راي عشان نشوف الادينويد اللي هو بيعمل اوتيتس ميديا وذ افيوجن واللي بتبقى كومبليكيتد باي ادهيزيف. للتريتمنت بندي نيزل دي كونجستنت وكورتيكوستيرويدز ميوكوليتكس وانتي بايوتكس لو حصل انفكشن او عشان نتجنب الانفكشن. لو فيلد الميديكال تريتمنت بنعمل ميرينجوتومي وذ جرومت تيوب انسيرشن لو فشل الميديكال تريتمنت. وبنعالج الكوز، لو كان سببها ادينويد بنعمل ادينويدكتومي فبنلاقيها خفت. صورها برومينانت اوسيكلز وريتراكتد تمبانيك ممبرين. هيموتمبانم، الهيموتمبانم ده بيبقى عبارة عن بلود في الميدل اير كافيتي. البلود ده ممكن يكون بلوش او بلوش
اور بلاكش مع المده، بيبقى من فتره جوه الميدل ايج بتتكسر الار بي سيز وبيدينا الكالر ده. لو ممكن يكون بيملى الميدل اير كافيتي كله، هنلاقي كل التمبانيك ميمبرين لونه اسود او بلوش، وممكن يكون بارشيالي في الميدل اير بنشوف فلويد ليفل. الفلويد ليفل ده فلات او كونفكس، اذا كان فلات او كونفكس ده معناه فلويد جوه الميدل اير، فدي بتكون هيمو تيمبانم بلاد جوه الميدل اير. ولو كان كونفكس ده معناه انها ماس، دي بتبقى تيومر. هنشوف الصور الاثنين، مهم ان هو ديفرنشال دايجنوز، هتفكر في الاثنين. اذا كانت فلات او كونكيف ده معناه فلويد جوه هيماتوما، اذا كانت كونفكس هنشوفها في الصور ده بيبقى جلومس نوت كونفكس، عشان الجلومس تيومر. الهيمو تيمبانم الانفستيجيشنز بنعمل اوديومتري، بنلاقي فيه كوندكتيف هيرنج لوس، بنعمل سي تي سكان تمبورال بون عشان نشوف الكوز، ممكن يكون ده بسبب فراكشر سكال بيز. لو كان حاله مايلد بنعمل كونزيرف لحد ما كونزيرف مع دي كونجستنت، بنفتح الاوستيكيان تيوب عشان تفضي البلاد ده مع نفسها. لو فيلد ميديكال تريتمنت بنعمل ميرينجوتومي ونشيل البلاد ده درينج بنفسنا. ده بارشيال، وزي ما احنا شايفين فلات او سوام سورت اوف كونفكسيتي، مش مالي التمبانيك ميمبرين كله، فدي هيماتوما او هيمو تيمبانا. دي ماليه الميدل اير كافيتي كله، فكل التمبانيك ميمبرين لونه اسود زي ما احنا شايفين من فتره. جلوماس تيومر اللي قلنا هيبقى برضو لون احمر بس بيبقى فريش، احنا شايفين هنا اللون بلوش او بلاك فايولت، باين ان هو بلاد متكسر، لكن الجلوماس بيبقى فريش بلاد لون احمر ريد، لانه بلاد جوه بلاد فيزلز ما حصلوش تكسير او اي حاجه. السيمبتومز بيبقى بالسيتنج تينيتس عشان بلاد فيزلز، لو حصل مع اي انجري او رابشر في البلاد فيزلز بتاعه التيومر دي بيعمل بليدنج. سان رايزنج بوليب هو بيطلع من الفلور بتاعه الميدل اير فبيكبر تدريجيا، فبيبقى مع المتابعه والفولو اب بتشوفه سان رايزنج طالع من تحت وبيطلع لفوق. بيبقى معاه بين باراليسيس اوف مالتيبل كرينيال نيرفز اللي موجودين في المنطقه دي، وبيبقى معاه هيرنج لوس. الدايجنوز سي تي سكان وام ار اي وديجيتال سبستراكشن اند جيوغرافي ويز امبولايزيشن. الديجيتال سبستراكشن اند جيوغرافي ده بنعتبره بري اوبرتيف ستيب او بريباريشن للاوبريشن. الدايجنوزس او الانفستيجيشن اوف تشويس هنا بيكون بالسي تي سكان. التريتمنت بنعمل امبولايزيشن مع الديجيتال سبتراكشن ده، بنقفل الفيدنج فيزل بتاع التيومر عشان لما نعمل العمليه واكسجن ما يبقاش فيه ماسيف بليدنج. ده شكله كونفكس اهو، ظاهر جدا ان ده عمره ما يكون فلويد او حاجه متفضيه او بلاد كده جوه كافيتي، دي ماس ولونها احمر فريش بلاد. نفس الكلام كونفكس ولونها احمر. تمبانو سكليروزس ده بيبقى عباره عن فايبروزس في التمبانيك ميمبرين، الفايبروزس ده بيغير النيتشر بتاعه التمبانيك ميمبرين فبيعمل كوندكتيف هيرنج لوس. وايتش او وايت تشوكي باتشز في التمبانيك ميمبرين بتعمل كوندكتيف هيرنج لوس. اف مايلد كونزيرف مش بتأفكت الهيرنج قوي فبنسيبها عادي، او لو سيفير وعامله كوندكتيف هيرنج لوس سيفير بنعمل تمبانو بلاستي. دي صورتها بتبقى كيدني شيب، وده بسبب الديستريبيوشن بتاع البلاد سبلاي للتمبانيك ميمبرين. دي تاني تمبانو سكليروس. الكوليستياتوما، الكوليستياتوما دي بتبقى اتيكو انترال كرونيك سبراتيف اوتايتس ميديا، سوبيريور مارجنال بيرفوريشن في التمبانيك ميمبرين او اتيك ايروجن. البيرفوريشن بتاعها ممكن يكون في التمبانيك ميمبرين سوبيريور مارجنال، وممكن يكون التمبانيك ميمبرين سليم وهي في الاتيك عشان هي اتيكو انترال. بيبقى فيه ديشارج، النيتشر بتاعت الديشارج دي بتبقى عباره عن بس
بيورلان، بيبقى معاها سكين كيراتين، هي عبارة عن سكين ساك جوه الميدل اير، وبيبقى معاها تيشو ديبلس. السيمتومز الثلاثي بتاعنا هيرنج لوس وتينيتس وديشارج، الثلاثة دول بس. اني اذر سيمتوم ده معناه انها كومبليكيتد كيس. الانفستيجيشن سي تي سكان واوديولوجيكال ايفالويشن لتريتمنت تيمبانوبلاستي ويز موديفايد راديكال ماستويدكتومي. دي صورة اتك بيرفوريشن، اتك بيرفوريشن، برضو اتك بيرفوريشن والاستياتوم. بولس مرينجايتس. البولس مرينجايتس فيرال انفكشن في التيمبانيك ممبرين نفسه، بيعملها الهيربس سيمبلكس، بتبقى بولي فورميشن في التيمبانيك ممبرين، بيبقى معاها سيفير بين، بيبقى معاها البين اهم حاجه، هيرنج لوس وتينيتس، ديشارج سيروس اف رابشرد. يبقى الديشارج مش حاجه فيكسد معانا، لو البولس دي رابشرت بتعمل لنا سيروس ديشارج. التريتمنت بتاعها انتي فايرال عشان هي بيعملها هيربس سيمبلكس، وبندي بين كيلر عشان السيفير بين. ولو كانت لارج فيزيكال او بولي وعامله سيفير بين، بنعمل لها سيرجيكال درينج، بنفتحها ونفضي السيروس فلويد اللي فيها. دي صوره البول، دي صوره البولس ميرينجايتس. تيمبانيك ميمبرين بيرفوريشن كرونيك سابريتيف اوتيتس ميديا تيوبو تيمبانيك تايب. شايفينه بيبقى في بيرفوريشن في التيمبانيك ميمبرين، على حسب السايز بتاعه ممكن يكون سنترال، وسنترال مش معناها في النص، سنترال معناها ان في تيمبانيك ميمبرين اول اراوند ذا بيرفوريشن مش واصل البون. ممكن يكون سب توتال واخد التيمبانيك ميمبرين كله زي ما احنا شايفين. البرفوريشن بيكون ريجولر في بار ستنسا، ممكن يكون سنترال او سب توتال، سراوندد باي فايبروزس او تيمبانوسكليروزس بنسميه. ممكن يكون ويت او دراي، وده هيفرق معانا في التريتمنت. لو كان معاه ديشارج فبندي انتي بايوتكس زين تيمبانوبلاستي، لو كان دراي مفيش معاه ديشارج بنعمل تيمبانوبلاستي على طول. دي صور البرفوريشن. تيمبانيك ممبرين برفوريشن تروماتيك تيمبانيك ممبرين برفوريشن بيبقى سببه دايركت تروما او اير كومبريشن او ووتر كومبريشن، اي حاجه عملت رابشر في التيمبانيك ممبرين. الدايركت تروما دي ممكن تكون سيلف انفليكتد، بنضف ودني باي ماتيريال او فورين بودي دخلته انا فورين بودي، او ياتروجينيك ديورنج اي اكزامينيشن، او مع اللونجيتيودينال سكال بيز فراكشر. الكاركترز بتاعه البرفوريشن بيكون الريجولر وفي بار ستنسا والريجولر سراوندد باي بلاد كلوتس زي ما احنا شايفين، والريمينانتس اوف تيمبانيك ممبرين بتكون هيلثي، باقي التيمبانيك ممبرين بيبقى هيلثي نوت اوبيك ونوت فايبروز. بتبقى غالبا في الانتيريور بارت، وبيبقى معاها نورمال ميدل اير ميكوزا لو كان البرفوريشن كبير انف ان انا اشوفه. السيمتومز بيبقى معاها بين، اير ايك، هيرنج لوس، تينيتس، بلادي ديشارج، وفرتايجو اف افكشن لو حصل افكشن للانر اير. التريتمنت كونزيرف فور 6 مانثس، بنراعي ان احنا ما ندخلش اي ووتر او اير دروبس للاير، ما بنشيلش الهيماتوما، لازم نسيبها، والجزء ده مهم عشان هي اللي بتساعد الهيلينج، بيبدا الهيلينج منها. وبندي بروفلاكتيك انتي بايوتكس اورال. لو فيلد الكونزيرف بعد ما استنينا 6 شهور ما حصلش هيلينج، بنعمل مرينجو بلاستي. ده البرفوريشن ومعاه بليدنج او هيماتوما منجر، برضو برفوريشن ومعاه بليدنج. كده الاير خلصت. النوز سلايدز بنبدا بفراكشر نيزال بون. الفراكشر نيزال بون الانفستيجيشنز اللي بنعملها معاه بلين اكس راي نيزال بون، وده له صوره معانا في الاكس راي المفروض اتشرحت في فيديو اخر. التريتمنت بتاعه لو بريزنت العيان جالي ايرلي، بشوف معاه اثار تروما، بيبقى معاه كونتيوجن او بليدنج، في الحاله دي بنبص اذا كان معاه اديما او معهوش. لو نو اديما بيبقى اميديت ريدكشن باي والشنز فورسبس، اسم الفورسبس مهم.
ولو كان في اديمه بندي انتي اديمه، بنعالج الاديمه دي الاول وبعدين بنعمل الريدكشن. لو ليت دي غالبا ما بنسميها ديفورمد نوز، لانه مش بيبقى معاها اثار خبطات او بليدنج او كده، فبيبقى علاجها راينوبلاستي اصلا وبنسميها ديفورمد نوز. فالاوبشن اللي هو الصوره اللي ممكن يجيبها لنا لازم يكون معاها خبطه، فبالتالي هتبقى ريسنت فراكشر. هنبص بس فيه اديمه ولا مفيش. الصور دي معاها خبطات لسه شايفينها، فده معناها انها ريسنت فراكشر. يا اما immediate reduction بوالشمز هنا مثلا او هنا، لانه مفيش هيماتوما، كل دول معهمش اديمة. عفوا، طالما مفيش اديمة هيبقى immediate reduction. الصورة دي معاها اديمة، فاحنا نعالج الاديمة الاول وبعدين نعمل reduction. دي صورة الاكس راي في فراكشر اللاين اللي احنا شايفينه. دي deformed nose. deformed nose مش عارفين سببها، ممكن يكون old fracture وممكن يكون congenital او ايا كان السبب، بنسميها deformed nose وبيبقى علاجها rhinoplasty. deviated nasal septum. الانفستيجيشنز اللي بنعملها مع deviated nasal septum بتبقى CT scan nose وparanasal sinuses عشان نشوف لو كان في complicated bisinusitis او لا، او acoustic rhinometry. الacoustic rhinometry ده جهاز بنقيس بيه الويدث او الكافيتي بتاع النوز قد ايه، زي فكرة الخفاش ان هو صوت بيبقى reflected للجهاز تاني، بنشوف المدة اللي هو رجع فيها قد ايه، وبنشوف الكافيتي اذا كان normal ولا بسبب النيزل deviation بقى اصغر، السبتال deviation عفوا. symptoms mainly بيبقى asymptomatic if كان large enough ان هو يعمل symptoms. بيعمل لنا hyposmia, headache, anosmia, hyposmia or anosmia, headache و epistaxis و external deformity و fixed nasal obstruction. nasal obstruction may be unilateral او bilateral على حسب شكل ال deviation ايه. ال treatment conserve لو asymptomatic مش مأثر مع العيان او مش تعبه فبنسيبه. لو كان سيمتوماتايزد بنعمل سيرجري سيبتوبلاستي او سب ميوكاس ريسكشن. سب ميوكاس ريسكشن ده مش مفضل لانه بيعمل بيرفوريشن، بنشيل البون وبنسيب ميوكاس ممبرين بس على التو سايتس، ممكن مع العمليه يحصل لهم نكروزس ويعمل سيبتال بيرفوريشن، فاحنا السيبتوبلاستي بتبقى مفضله. ده شكل السيبتال ديفيشن، ده ستريت وده ديفييتد وده سي تي برضو لديفييتد سيبت. سيبتال ديفييشن، كل دي سيبتال ديفييشن. نيزل بوليب. النيزل بوليب الانفستيجيشنز بتاعته سي تي سكان نوز وبارانيزال ساينسز، بايوبسي عشان نحدد نيتشر مالجنانت ولا لا. لو كنا شاكين في مالجنانسي هنعمل بايوبسي. بنعمل سكين سنسيتيفيتي تيست عشان الموست كومن كوز بتاعها بيكون اليرجي، وسيرم اي جي اي. التريتمنت اكسجن بوليبيكتومي وفانكشنال اندوسكوبيك ساينس سيرجري عشان غالبا بيكون سببها ساينسايتس. الاتيولوجي اليرجي راينايتس دي الموست كومن وبتبقى مع الاسمويد ساينسز. ممكن تكون انفلاماتوري زي الانتروكوانال بوليب اللي مع الماكسيلاري ساينس. ممكن تكون نيوبلاستيك سكندري تيومر، ده بيبقى الموست كومن في الاولد ايج. الالرجيك بوليب او اللي هو بيبقى اسمويدال غالبا، الرجي بيبقى باي لاترال وبتبقى مالتيبل بوليبس مش بوليب واحد، بينلس وبيل. السيمتومز بتعمل برودنينج في النوز فروم اوتسايد، bilateral nasal obstruction و nasal discharge bilateral برضو و hyposmia او anosmia. الانفستيجيشن CT scan nose و paranasal sinuses و allergic test لتريتمنت. نعالج الالرجي medical treatment of allergy و polyvectomy و functional endoscopic sinus surgery. يبقى احنا هنشوف الصورة، هنقول دي nasal bullet، غالبا هتجيلنا الصور دي اللي جوه دي صعب تيجي مثلا. النيزل بوليب ده بيبقى زي ما قلنا جريش واديميتاس بيدانكوليتد. الموست كومن ان هو بيطلع من الميدل اير مايتس او الاسمويد اير ساينس. هنشوفه، هنقول نيزل بوليب
وبعدين الاسئله في الام سي كيوز ممكن تيجي من المعلومات اللي قلناها فوق دي كلها. نيزال بولب. تمام. سيبتال بيرفوريشن. الاتيولوجي ممكن يكون تروماتيك، تروماتيك ده نيزال بيكينج يعني، او ممكن يكون اياتروجينيك بسبب دكتور زي بعد العمليه بتاعه السب ميوكاس ريسكشن وده الموست كومن، او بيكون بسبب البايلاترال كوترايزيشن. في الابستاكسس بنعمل كوترايزيشن، لو عملنا بايلاترال اوكلوجن للبلاد فيزلز على الناحيتين هيحصل نيكروزس وبيرفوريشن. ممكن يكون انفلاميشن مع السيفير انفلاميشنز اللي بتعمل السرز او بتعمل ايروجن زي التي بي والسيفلس الليبروسي والفانجل انفكشنز او فانجل ساينوسايتس عفوا فانجل انفكشنز. ممكن يكون سببه تيومر نيوبلاستيك، وممكن يكون دراج انديوست زي الكوكين مثلا او الهيروين، حاجات بتعمل فازو كونستريكشن فبتعمل اسكيميا وممكن تليد تو بيرفوريشن. سيبتال بيرفوريشن. الانفستيجيشنز سي تي سكان نوزوبارنيزال ساينسز عشان والانفستيجيشنز العاديه اللي احنا بنعملها عشان نشوف الكوز مثلا لو كان سببه سيفلس او تي بي. التريتمنت لو سمول واسيمتوماتيك كونزيرف، ما نقولش للعيان اصلا ان هو عنده سيبتال بيرفوريشن، ولو كان سيمتوماتايزد بنعمل الكالاين نيزال ووش تو ريموف الكراستس، وبنعمل كلوجر باي سايلاستيك سيبتال باتون اور ميكوزال فلاب. بنجيب فلاب من الميكوزا سراوندنج البرفوريشن ده ونسدها، او بيبقى باتون حاجه كده سيرجيكال بنحطها في البرفوريشن لو كان لارج بتقفله لو كانت الفلاب مش هتكفي او مش هينفع نعملها. البرفوريشن بيعمل كراست، بيعمل اتروفي، بيعمل دراينس في النوز. بيرفوريشن وده لارج بيرفوريشن، ده سبتال بيرفوريشن. الاوربيتال كومبليكيشنز اوف ساينوسايتس، دي اوربيتال كومبليكيشنز اوف ساينوسايتس. الموست كومن ويز اوسمويدايتس مع الاسمويدال اير سيلز. السيمبتومز بتاعه الساينوسايتس ان اديشن تو الاي افكشن بيبقى معاها بروبتوزيس كونجيشن واديما في الاي ليدز. الانفستيجيشن سي تي سكان للنوز والبارانيزال ساينسز والاوربت. بنعمل اي اسسمنت كلتشر وسنسيتيفيتي لو في دشار. التريتمنت بيبقى اندوسكوبيك ساينس سيرجري عشان نعالج الاسمويدايتس اللي سببتها، وبندي ايه انتيبيوتكس بعد العمليه. اورو انترال فيستولا. الاورو انترال فيستولا اوبن الانف والفم فتحوا على بعض. السيمبتومز بتاعتها او الهيستوري العيان هيجي يشكي من يونيلاترال ريجيرج اوف فود، الاكل هيرجع في النوز والاير من النوز هينزل في الفم. ثروزيس فيستولا سببها غالبا بيكون دنتال اكستراكشن بعد ما شالرز حصل تروما للالفولار مارجن او البلد، او يونيلاترال اوفنسيف نيزل ديشارج بيبقى معاها بسبب الدنتال افكشن، او بيكون سببها تيومر برضو بيبقى معاها اوفنسيف اوردر. الانفستيجيشنز بنعمل سي تي سكان للنوز والبارا نيزل ساينسز كلتشر وسنسيتيفيتي للديشارج. التريتمنت لو سمول كونزيرف هيحصل لها هيلينج مع نفسها، لو لارج بنعمل سوتشر اذا كانت هتقدر تقفلها، ولو لارج السوتشر مش هتنفع معاها بنعمل كلوجر باي بلاتال اور باكر فلاب. الفيستولا بارا نيزل ساينس ماليجنسي غالبا الموست كومن ساينس افكتد بيبقى الماكزيلاري ساينس، فبنسميها ماكزيلاري تيومر. في الاكزامينيشن هنشوف ايه، هيبقى يونيلاترال نيزل ماس، ممكن تعمل انفيجن ل الماسيتر او الماستيكيشنز الماستيكيشن ماسلز فتعمل لنا تريزموس او التيريجويدز. للاوربت بتعمل لنا بروبتوزيس، لو حصل انفيجن للاوربت ممكن تعمل انفيجن للبلد او اللينف نود. الانفستيجيشن سي تي سكان
او بايوبسي وهيستوباثولوجي عشان نشخص اي تيومر. التريتمنت سيرجيكال ماكسيلكتومي، راديو او كيمو ثيرابي او بالياتيف ثيرابي ديبندز اون ذا كيس. كانسر ماكسيلا زي ما شايفين في الصوره. باس يونيلاترال اوفنسيف كانسر ماكسيلا. السيمبتومز اوف كانسر ماكسيلا يونيلاترال اوفنسيف بلودي نيزل ديشارج من ادلت، لان الكانسر غالبا بيكون في اولد ايج او ادلت يعني. فيشيال سويلنج والسريشن اذا كانت التريتيف ماس التيومر ده. لوز اوف ابر جو تيث او بروبتوزيس لو عمل انفيجن للاوربت. يونيلاترال نيزل اوبستراكشن انفيد النيزل كافيتي. ونيك سويلنج لو عمل لينف نود ميتاستاسيس. صور الكانسر ماكسيلا. فرانكلز اوف نيزل فيستيبيول غالبا بتكون اون ريليشن تو هير فوليكل، مع الهير فوليكل انفلاميشن في الهير فوليكل، فبالتالي بيكون في السكن لايننج في الفيستيبيول. بيعملوا الستاف اوريس اللي هي الكومنسلز اللي هي عايشه مع في السكن عادي، بيكون غالبا مع حد امينو كومبرومايز زي دايابيتس. نوز بيكينج بيعمل انجري مثلا يسمح للاورجانيزم ان هو ينفيد او دايابيتس. البريزنتيشن هو عباره عن اكيوت انفلاميشن وبس، فبيعمل ثروبنج بين وسويلنج اذا كان كبير انف ان هو يعمل سويلنج. اديما وريدنس لو حصل رابشر للابسس ده او البص ده طلع بره هيعمل لنا بيورولانت نيزل ديشارج، بس بيبقى سكانتي حاجه صغيره. الكومبليكيشنز دي موجوده في الدينجرس اريا اوف ذا فيس عشان كده بيعمل كافيرنس ساينس ثرومبوزس، دي اهم كومبليكيشن معانا، ممكن يعمل لنا سيبتال ابسس ما علينا، اهم حاجه هي الكافيرنس ساينس ثرومبوزس. التريتمنت انتي بايوتكس توبيكال وسيستميك. انرجيزكس انستراكشن تو افويد سكويزنج عشان ما نعملش كافيرنس ساينس ثرومبوزس، ولو ريكرنت ده بيخلينا نشك ان الحاله دي دايابيتس فنعالج الدايابيتس كمان. الفرانكل ده من بره غالبا هتيجي الصوره اللي من جوه دي سويلنج في الفيستيبيول بتاع النوز. اكيوت لوكالايزد سابرتيف انفلاميشن ريليتد للهير فوليكل او سيبيشس جلاندز. سيبتال هيماتوم سبتة الهيماتوم نلاحظ انها بتبقى جايه من الميديال وول بتاع النيزال كافيتي من السبتم. ممكن تكون تروماتيك او سبونتينيوس انفستيجيشنز اسبيريشن شو بلاد دايجنوزس عشان نعرف الماس دي جواها ايه، او ممكن نعمل بي تي بي تي تي او سي بي سي عشان لو كان سبونتينيوس او ديو تو بلاد ديزيز. التريتمنت انسيجن وايفاكويشن للبلاد او البلاد كلوتس اسبيريشن بسرنجه زي ما شفنا في الاوريكولار هيماتوما زيها، او لو كانت هيماتوما اورجانيزد وكده بنعمل انسيجن وريموفال، وبنعمل تايت نيزل باك عشان ما يحصلش ريفورميشن لها، وبندي انتي بايوتكس عشان ما يحصلش انفكشن. صور الهيماتوماز سبتة الهيماتوما. بوتس بافي تيومر ده بيبقى كومبليكيشن لفرونتال ساينس انفلاميشن او فرونتال ساينوسايتس. بيبقى صبري اوستيال اسمه الثاني صبري اوستيال ابسس. بيبقى الساينوسايتس اللي المفروض انها موجوده في الميوكس لايننج بتاع الفرونتال ساينس بتنفيد البون بتعمل لنا اوستيومايلايتس، فبتبقى صبري اوستيال. تمام. السيمبتومز بتاعتها السيمبتومز بتاعت الساينوسايتس العاديه بالاضافه للسويلنج وسيفير بين، غالبا بتكون في التشيلدرن موست كومن في التشيلدرن عشان البون بتاعهم بيكون ويك انف ان هو يبقى انفكتد، ورير ممكن نشوفها في الادلت. الانفستيجيشنز هنا اوف تشويس بيبقى سي تي سكان. التريتمنت اكسترنال درينج وانتي بايوتكس. درينج اكسترنال لان المكان الاقرب للفرونتال ساينس خصوصا انها عامله اوستيومايلايتس بيبقى فرومز اوت سايد جاست انسيجن وايفاكويشن. كده النص خلصت، نبدا في الانسترومنتس اخر حاجه معانا.
اول حاجه ابيستاكسيس بالون، هو شكله ده بيبقى عباره عن بالون، في الاول بيكون كده بندخله في النيزل كافيتي وبعدين نملاه هواء فبيتنفخ ويسد، بيعمل كومبريشن على البلاد فيزلز، فبنستخدمه از نيزل باك تو كنترول ابيستاكسيس او بوست اوبرتيف، بيمنع البليدنج بدل النيزل باك عشان الشاش او العادي ده بيعمل انفكشن او بيلزق، بيبقى اورجانيزد في الوول بتاع النيزل كافيتي، فبيبقى ان احنا نطلعه صعب، فده بيكون اسهل في ان احنا نطلعه من النوز. كنترول الابيستاكسيس وبوست اوبرتيف. الفولي كاسيتر نفس الفانكشن بتاعه الابيستاكسيس بالون او ميروسيل سبونج، دي برضو سبونج نفس النظام، بتبقى فلات زي ما احنا شايفين، بنحطها في النيزل كافيتي فبتعمل ابزوربشن للبلد او برضو بعد ابيستاكسيس او عمليه تو كنترول الابيستاكسيس او بوست اوبرتيف، نفس الفانكشن ميروسيل سبونج و فولي كاثيتر و ابيستاكسيس بالون. نيزو فارنجيال ميرور، نلاحظ ان فيها الكير ده او التانية دي نيزو فارنجيال ميرور، بنفرقها عن اللارنجيال ميرور، ان اللارنجيال ميرور استريت وهنشوفها في الصور الجاية. المهم النيزو فارنجيال ميرور بيبقى فيها الكير ده، بنستخدمها اكزامينيشن اوف نيزو فارنكس، بس يعني مبقتش تستخدم حاليا، بس هو من ضمن الاستخدامات اكزامينيشن اوف نيزو فارنكس و examination of posterior part of nasal cavity، وممكن كمان cold mirror test بتاع النيزل obstruction. نيزل speculum له شكلين، ممكن يكون الشكل ده او الشكل ده، بنستخدمه examination of the nose او nasal surgery. في الexamination العادي في العيادة بنستخدم ده، لكن اثناء العمليات بنستخدم ده لانه بيبقى الكنترول فيه سهل اكتر او مور كنترولبل، فبالتالي بيبقى في العمليه احسن. نيزل اندوسكوب اور ساينوسكوب، نحفظ الشكل بتاعه ده، كل واحد يعلمه بالطريقه اللي تريحه يعني عشان نفرقهم من بعض. بنستخدمه اكزامينيشن اوف ذا نوز اند نيزو فارينكس و اندوسكوبيك نيزل سيرجري. نيزل باكينج فور سيبس، ده النيزل باكينج فور سيبس، هنفرقه برضو عن الكروكودايل فور سيبس بتاع الاير، اسمه نيزل باكينج فور سيبس، الاند بتاعته ستريت زي ما احنا شايفين. بنستخدمه ريموفال اوف فورين بودي نيزل باكينج او نيزل سيرجري، بندخل بيه الباك هنا، وده شكله جوه النيزل كافيتي بيكون ازاي. والشمس فور سيبس، ده بنستخدمه في reduction of nasal bone after fracture او rhinoplasty زي ما احنا شايفينه، بتبقى برضو الان بتاعته straight عشان نفرقه عن الاشز forceps اللي هنشوف صورته اللي جاي. الاشز forceps ده نلاحظ ان الان بتاعته زي ما احنا شايفين متنية واضحة هنا، ده والشمس forceps straight الان بتاعته فوق القماشة ستريت، لكن هنا بنبقى فيها تانية فيها كيرف طلعت فوق شوية اسمه ashes forceps، ده septal deviation و septal fracture. adenoidectomy curette، ده بنستخدمه عشان في عملية الادينيودكتومي operation، وعشان ناخد بايوبسي من اي nasopharyngeal mass او tumor، يبقى بايوبسي او adenoidectomy curette. rigid direct laryngoscope، ده صورة rigid direct laryngoscope، صورة مميزة، ده شكله في البيشنت بيبقى ازاي، بنستخدمه under general anesthesia، بيبقى endoscopic laryngeal examination under general anesthesia، وبرضو endoscopic laryngeal surgery examination و surgery. laryngeal mirror اللي قلنا هنفرقها عن النيزل فوق بان دي ستريت لكن التانية كان فيها كير، بتبقى indirect laryngoscopy او بنعمل بيها examination للارينج والhypopharynx او التانج بيز، وبرضو النيزل الكولد ميرور تيست. تانج ديبريسور ممكن يكون وود او ممكن يكون ميتال. uses examination of oral cavity و oropharynx او nasal cold mirror test.
الميتال تايب منه بس هو اللي بنستخدمه في الكول ميرور تيست، لكن الود لا. تراكيوستومي تيوب زي ما احنا شايفين شكلها بيبقى فيها سام تايبس منها كافد، فيها الكاف ده عشان يمنع الاسبيريشن، بيسد التراكية يمنع الاسبيريشن وبيدخل الاير من هنا. بنستخدمها في التراكيوستومي اوبريشن عشان نعالج سترايدر او لارينجكتومي، لما بنشيل اللارينكس خالص لارينجكتومي بعد تيومر مثلا بنحط تراكيوستومي، او في حالة سترايدر دي بتبقى حاجة مؤقتة لحد ما نعالج السترايدر. لارينجيال تلسكوب، ده اللارينجيال تلسكوب examination of the larynx و examination of the hypopharynx و tongue base. rigid esophagoscope برضو نحفظ شكله. removal of foreign body من الاسوفيجس و dilatation لأسوفيجيال structure. rigid برونكوسكوب، برونكوسكوب بيبقى فيه خروم هنا في اوله، دي بتبقى مميزة له. removal of foreign body برضو من الايرواي، ممكن ناخد بي بايوبسي من اي ايرواي ماس او تيومر وبنعمل بي برونكيال لافاج. مونتجومري تي تيوب اوف لارينكس دي شكلها، تي تيوب بنستخدمها زي تراكيستومي في السبجلوتيك ستينوزس او تراكيال ستينوزس تدخل هوا. سبيتش فالف ده من الفويس ريهابيليتيشن بعد لارينجكتومي، شلنا اللارينكس بيبقى بيعمل بنستخدمه في السبيش بعد اللارينجكتومي. برضو دي نفس الحكاية الكترو لارينكس او ارتفيشيال لارينكس برضو بتبقى فويس ريهابيليتيشن بعد لارينجكتومي في حالة الافونيا بعد التوتال لارينجكتومي. بلاستيك اير واي ده شكله وده شكله جوه الاير واي بيتحط ازاي. ده بنستخدمه لما بيكون بيشنت في ديب كوما او ريكفري فروم انستيزيا او تروما او كونفولجنس، ممكن نستخدمه معاها. او بوستيرير كوانال اتريزيا، بايلاترال بوستيرير كوانال اتريزيا مش عارف يتنفس فبنحط الاير واي للتشايلد ده عشان يدخل له هواء عشان هو ما بيعرفش اورال ريسبيريشن. في حاله تروما او كوما او ريكفري فروم انستيزيا بيمنع التانج بيز من ان هو الاير واي ده بيمنع التانج بيز من ان هو يسد الاير واي فبيسهل التنفس. الاوتوسكوب بنستخدمه examination of external canal و examination of tympanic membrane. السيجل اور نيوماتيك اوتوسكوب بيبقى معاه زي الاوتوسكوب العادي بس معاه البامب ده، ممكن نستخدمه في الاكزامينيشن بتاع external canal و tympanic membrane. بس النيوماتيك ده اللي هو سيجل بيبقى مخصوص للموبيليتي، بندخل هواء فبنشوف الريسبونس بتاع التمبانيك ممبرين بيتحرك مع الهواء اللي بنعمله بامب ده ولا لا. تيستينج اوف انر اير فيستولا تيست، تمام. يبقى فيستولا تيست او اكزامينيشن اوف تمبانيك ممبرين موتيليتي. اير سبيكولم، تمام، ده اكزامينيشن اوف اير external canal يعني او في الاير سيرجري. جرومت تيوب دي بنستخدمها في with otitis media with effusion او chronic ostium tube dysfunction، تمام، فبتعمل ايريشن للميدل اير واكواليزيشن للبريشر بتاعها على البوث سايدز، ممكن نستخدمها للدرينج للفلويد في حاله الافيوجن. دي تي تيوب برضو بنستخدمها لنفس النظام او لنفس الاسباب، اوتيتس ميديا ويز افيوجن او اوستيكيان تيوب ديسفانكشن، بتعمل ايكولايزيشن للبريشر على الناحيتين او درينج لاي ديشارج او فلويد جوه الميدل اير. التي تيوب بتحتاج عمليه عشان ندخلها وعمليه عشان نخرجها، لكن الجروم التيوب بيحصل لها سبونتينيوس ريموفر ما بنشيلهاش، بتقع لوحدها. طفلون بيستون دي شكلها، دي بتبقى عبارة عن ميتال بنستخدمها في ريبليسمنت للستيبس في حالة استابيديكتومي في التريتمنت اوف اوتوسكليروزس،
او اوسيكولوبلاستي. نيوماتيك اير سبيكولم نفس استخدامات النيوماتيك اوتوسكوب، بنستخدمه لتست التمبانيك ممبرين موتيليتي وفيستولا تيست او اكزامينيشن للاير، بس بما انه نيوماتيك فالاهم مع الفيستولا تيست والموبيليتي. كروكودايل فورسيبس اللي قلنا هنفرقه عن النيزل فورسيبس فوق، نلاحظ الاند بتاعته شكلها زي فم التمساح عشان كده بنسميه كروكودايل فورسيبس. ده بنستخدمه ريموفال اوف فورين بودي من الاير، او بنستخدمه في الاير باكينج، او بنستخدمه في الاير سيرجري. اير ووش سيرنج، السيرنج اوف اير ووش بنستخدمها اير ووش عشان ريموفال اوف اير واكس او فورين بودي من الاكسترنال كانال. ميرينجوتومي نايف، نايف بنستخدمها في الميرينجوتومي اوبريشن في حالة الاوتيتس ميديا وذ افيوجن او في حالة الاكيوت اوتيتس ميديا. تونينج فورك بنستخدمها عشان ريني وويبر تيست.